جديد. أخذ فقط اسمحوا لي وما تنرجي تكون فيديو جديد إن شاء الله. وما أخليكم هذه نهضروا على الربح بزاف كي تزيد. فكما قلت لكم جيتكم فيديو جديد إن شاء الله. المهم دخلت من الريح حتى شعلة برا الريح. والفيديو الجديد هذا غادي نهضروا على اللغه المطلوبه في امتحان الجنسيه. شنو اللغه المطلوبه؟ شنو الدبلوم المطلوب؟ وشنو هو مستوى اللغه المطلوبه اللي غادي يتبدل ابتداء من شهر 1 ابريل 2020؟ غادي يدوز المستوى من B1 شفوي وكتابي. يعني غيتزاد الكتابي في المستوى المطلوب. غيتزاد الكتابي شحال هادي كان غير B1 شفوي، دابا غيكون B1 كتابي وشفوي. المهم غنخليكم مع الفيديو شنو كاين فيه، ولا كاين شي تساؤل ولا شي حاجه تخليوها لي في الفيديو. ما تنساونيش بليجيم، ما تنساونيش بالناس اللي كيدخلوا القناه ديالي جداد يبارطاجيو يشتركوا عندي في القناه. مرحبا بكم والف مرحبا، وتفعلوا زر الجرس المهم باش تعرفوا راني ماشيه في الطريق وكنسوق. هذه غير في نقولوا بحال وكنصور زعما كنسوق وراني كنصور. لا هذو الطريق يعني غير بحال غابه. المهم غير بيستا وصافي، ماشي طريق ما كاين حد. وهذا الشيء اللي كاين. المهم كنتمنى ان هذا الفيديو ينال الاعجاب ديالكم، وغادي نخليكم مع الفيديو الشرح لان غنشرح بوحديتو باش ما يكونش هذا الصداع. غادي نخليكم مع الفيديو واعطوني الاراء ديالكم في الفيديو. المهم انا المهم هذا الشيء اللي كاين، يلا خليكم مع الفيديو. للحصول على الجنسية الفرنسية اعتبارا من فتح ابريل 2020 غادي ينتقل المستوى المطلوب من المستوى B1 الشفوي الى B1 الشفوي الكتابي. Nationalité française, il faut donc justifier la maîtrise optimale de la langue française orale et écrite par le biais de l'une des certifications suivantes au choix. Les certificats, un DELF B1 les valables à vie, ou là un TEF les IA. Test d'évaluation de français les valable 2 ans, ou là un TSF, les tests de connaissance du français, accès à la nationalité française, les valable 2 ans. Fal TF ou TCF, ANF, les sondaroux, ils devront mentionner obligatoirement les résultats de tests dans les 4 compétences, les compréhension orale, compréhension écrite, expression orale et expression écrite. D'ailleurs, ils nous ont mentionné les 4 compétences. Si vous avez le niveau, vous avez le plaisir de vous dire merci. Et inshallah, dans la vidéo prochaine, inshallah, n'oubliez pas de vous abonner et de liker. Et yallah, bye bye à vous.